ما في دور. حاضر، تعطونا إشارة أنا حاضر. جانب دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري المحترم، الموضوع عريضة نيابية لطلب عقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها، مقدمة من نواب المعارضة اللبنانية السيادية. نودعكم هذه العريضة المشار إليها لإحالتها إلى الهيئة العامة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. نص العريضة: مع وصول التصعيد والتهديدات إلى أعلى مستوى منذ 8 تشرين الماضي، وازدياد المخاوف من توسع رقعة الحرب الدائرة والتي كلفتنا حتى الآن المئات من أرواح اللبنانيين والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، هذا عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية ومن جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان وشعبه على مختلف الأصعدة والمناطق، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، وقد نقول الزراعية، التي تعصف بالبلد، وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يعيد انتاج السلطة وانتظام المؤسسات لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وفي ظل تخلي حكومة تصريف الأعمال عن دورها في التعاطي مع هذه الحرب وتخليها عن مسؤولياتها منذ يومها الأول، والتي يجب على المجلس النيابي مطالبتها باستعادتها عبر المبادرة في اتخاذ الإجراءات التالية: أولا، وضع حد لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت. ثانيا، إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه. ثالثا، تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية. رابعا، التحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا وفورا، وبناء على المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب. نتقدم إليكم بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة ومنع توسعها وتقاعسها عن قيامها بواجباتها الدستورية، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات أعلاه فورا، متمنين حصول هذه الجلسة في أقرب فرصة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. يعطيكم العافية.